نزوح يعني كان كلش مأساوي. شو اخذنا وياه؟ كل شيء ما اخذنا وياه الحمد لله. طلعنا على محافظات يعني طلعنا على شيء مجهول. والله بالنسبة للنزوح يعني صعب مو بس علينا، على هالمحافظة نينوى وصلاح الدين وغير محافظة تهجرت ويانا، ناس قعدت بالحسينيات وناس بالبيوت عالم الطوم يعني بمجاني وناس قعدت بالمخيمات. ماكو مثل الوطن ومثل بيتك، يعني جنة الرجل بالدنيا هو الدار مالته يعني اللي يسكن بيها ومنطقته ومحافظته واهله وبين ناسه. يعني صعب انت مثلا عايش بمنطقة طول عمرك وتعوفها بلحظة واحدة وتمشي. طبعا حتى لو يعني كنا نسولف هناك يعني حتى لو بيتنا واقع يعني متفلش نرجع نبني به خيمة وهم نعيش حياتنا. يعني طلعت من محافظتك متجه على غير محافظة، يعني ما عندك فتشي، ما عندك إلى مجهول من الأخير. يعني أنا بالنسبة لي طلعنا للحلة وبحل أصدقاء أبوي الله يحفظهم طبعا من هالحلة، والله يحفظها الحلة جميعا ما قصروا كلهم. بقيت هناك يعني 6 سنين، لكن النزوح يعني هناك صح يعني مستقرين ونشتغل بس مو مثل محافظتنا. دائما كنا نشتغل المحافظة نشتغل أهلنا لأن طشرنا هالتهجير طشرنا. يعني بداية التحرير العالم قامت ترجع شوي شوي لمناطق المحررة، الناس قامت ترجع على شغلات تدريجية. يعني المحافظة شبه كانت ميتة بالبداية، بعدين شوي شوي رجعت العالم هسه الحمد لله زين، الفلاح رجع على شغله وأنا رجعت على شغل المشت اللي فتحته وأنا أشتغل بي أنا والحجي الحمد لله. تحررت المناطق ورجعنا وهسه فتحت المشت من جديد وعم نشتغل الحمد لله.